الطريق الى العالمية، حلقة جديدة اسطورية مليانة بكيجات ومحتوى، وطلع لنا لاعبين غاليين جدا، وحرفيا الحظ اليوم انفجر والتشكيلة تطورت لابعد صورة ممكنة، وفوق منها طلعنا لاعبين غاليين وبينباعوا. اضغطوا لايك بالبداية واشتركوا بالقناة، وهي بدنا ما نطول اكثر خلونا نبدا. الحدث الجديد وصل، حدث دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي كمان، كل هدول اللاعبين ممكن انه يتطوروا، ابرزهم الايرلينغ هالاند، فيل اوسيمن، عندك برونو فرنانديز، بوكايو ساكا، بونوتشي اللي انتقل على يونيون برلين، للان حتى دريت انه انتقل اصلا على يونيون برلين، مفكروا لسه باليوفي، دياز، دي بول، اوبندا، كالولو، كلهم لاعبين غاليين. وطريقة تطورهم بالشكل التالي، عندك اذا تأهل الفريق تقريبا يعني او فاز بالمباراة الثانية بيزيد، اذا فازوا بالمباراة المدري شو، المهم انه بيتطور، ممكن ايرلينغ هالاند يوصل يمكن 95 بنهاية دور المجموعات، وهذا الشيء اكيد حيصير لانه مانشستر سيتي حيفوز بكل المباريات. ونزلت جوائز الرايفلز كمان، والصراحة انا ببالي اخذ الجوائز اللي بتنباع لانه اللاعبين كلهم غاليين حاليا يعني يعتبر. وكمان خلصت تحدي هي اللعبة من المهام، والصراحة طاقاتها جيدة تعتبر. اوبا بابا يا الباكج، احلى شيء لك الانيميشن مدري شو، سي بي اسباني ومدري شو النادي، بس انه نايس والله، ويلكم ويلكم. كمان واهم شيء خلصت مهام كثيره وبكجات الارض حرفيا، اخذنا رونالدينيو وهنري وسكولز وبكجات اختياريه وبكجات زائد 82 حرفيا بكجات الارض. ونزلوا هذا اللاعب بالمهام اللي هو جيوفاني رينا، طاقاته حلوه والدربلينج اسطوري الصراحه، ممكن اني احاول اني اساويه للامانه ممكن يفيد. ومهام نايك كمان كامله خلصتها، وبالتالي اليوم حفله بكجات اسطوريه. ومن البدايه يا جماعه هذول الثلاث لاعبين معنا اعاره بالفوتشامبيون 100% لازم انه نستخدمهم. رونالدينيو بيلعب كام؟ والله ممكن نجربه اليوم، ليش لا؟ الصراحه بخاطري نجرب رونالدينيو هيك شيء مباراه، شوف مستواه كيف. هنري، وعندك البول سكولز، وعندي هدول اختياريين زائد 80 اختياري، هذا نشوف حظنا يا رب. ريتنج يا اخي طيب، ووك اوت ريتنج اي شيء، وبيعطوني لاعب من لعيبه نايك اعاره، ممكن يجيني الفرجيل، ما بتعرف يا جماعه، ممكن الفرجيل، ممكن الفرج. حلو 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 حلو، تقريبا هن اصلا خمس لاعبين بس ورب 24 مباراه، ممكن اخذ الفرجيل او سام كير، والله الاثنين قوايا، بس الصراحه حفضل الفرجيل، دوري افضل بمراحل وصراحه طاقته رهيبه بنفس الوقت. فعندنا هالشويه باكات، وفي ابرز باكج لاعبين زائد 85، هذا من مهام نايك، وكمان هون عندي باكج زائد 85 وراح وصل لهذا الليفل واخذ هي اللعبه، شوف الطاقات بس، والله باكج خرافي، وكمان وصلت لل 400 اسيست وراح ناخذ باكج 100,000، وربي هذا ممكن يجيني منه شيء فنان يا ولد. وكمان انك تلعب 50 مباراه بلاعبين الملك الاول باكج 50,000 بالاضافه لباكج 100,000 كمان، يعني صار عندنا حاليا باكجين 100,000. عينك على الباكجات، بس عينك على الباكجات الاسطوريه يا ساتر. وكمان باقي لي شويه وبخلص هي المهام كامله وبقدر اخذ هي اللعبه، سرعه 90 يا جماعه اسطوريه على الجناح، وباكجين كمان. هات كمان هون عندنا شويه باكجات وباقي لي مهمه، اذا خلصتها باخذ باكج 100,000 كمان. وهي المهام يا انها تعبتني يا جماعه، لازم تلعب مباريات بلاعبات من الدوري الفرنسي ومن الدوري الانجليزي ومدري شو، مهمه صعبه باقي لها شويه، وكمان رح ناخذ عليها باكج 100,000 ممكن اليوم نخلصها. ونزلوا برونو، يا برونو جيماريش 86 من نيوكاسل، اذا تاهل فريقه طاقاته حتصير نار وشرار، بس مجموعتهم صعبة جدا، وباكج إعارة هيرو، هذا لازم إنه نعمله. حاليا خلصت هاي المهمة كذلك، وكمان بتعطينا باكج 100,000، يعني صار عندي حاليا ثلاث باكجات كلهم 100,000، وغير عن الباكجات الثانية أصلا. حاليا 23 باكج بين باكجات ال 100,000 بين باكجات ال 50,000 زائد 85، يعني مستحيل ما يجينا لاعب حدث يا رجل اليوم، مستحيل. هات نشوف هذا الباكج، لاعبين بلس 81. أيوه أوه ألابا، لا يلا يا هو، ولا لاعب يسوى للآن. ايوه سيدي ام انجليزي من البايرن، مين هذا؟ اوه والله ديمي الطاقات، اعطينا باكجات مثل الناس بقى يلا. ها هي الباكجات فيها حظ، ايطالي ار دبليو، كيازا، الفيدريكولا، براردي 85، كفو والله، هذا باكج لاعب 85 وفوق مضمون، يعني ممكن يجينا انفور، ممكن يجينا حدث باذن الله. حلو مميز يا جماعه، الماني ايكون، ايكون هذا ولا شو؟ طار ام، ولا من حدث، فولفسبورغ، حلو دوري الابطال، با 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 87 87 يا 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 يا، والله فكرته ايكون بالبدايه صدمني يا رجل، 83 سرعه، 87 دربلينج، والله تعالي والله. وبتتطور هاي فولفسبورغ ترى قوايا يا جماعه، فريق النساء تبعهم كثير قوي، لك الدربلينج يا ساتر، وفوق منه شو 4-4 والله كفو، والله انا جدا رضيان. بس هي كيف حنزلها اساسيه ما بعرف، لانه ما عندي حدا من الدوري تبع الصراحه. وفولفسبورغ شوف يا جماعه 100,000 100,000 100,000 ثلاث باكجات، كحل عينيك عزيزي المتابع، صار وقت نفتح باكج 100,000، بسم الله الرحمن الرحيم، اعطيني الحظ الاسطوري، هات الحظ الخرافي هات. او ماي جاد، ساديو ماني ساديو ماني ساديو ماني ساديو ماني ساديو ماني ساديو ماني، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، ماني خرافي والله، ماني اسطوري، ويلكم يا ساديو، ويلكم يا ماني، ويلكم يا ماني، والله طاقاته، والله طاقاته ممتازه مع هانتر، شلون بدنا نشبكه ما بعرف، بس
وربي اسطوري يا رجل، احسن من كل مهاجميني. ويلكم يا ماني، ويلكم يا ماني. ليك في اوباميانغ كمان، كم سعره الماني؟ هذا السؤال. بس هيك كنت فكره شي 50-60 ألف شي. يا رب يا كريم. فرنسي سي بي باريس سان جيرمان، بالله عليك انه كيمبيمبي ارجوك يا رجل. الا الله ياخذ ام حالك هرنانديز. يا رب هي باكجات الرايفلز بتنباع، يعني اذا اجاك لاعب غالي يعني روبرتسون. الله عليك الله عليك الله عليك، ايوه صح، ايوه 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 ايوه، وكاوت. الحمد لله هذا اكيد بيجيب سعر روبرتسون، يعني سرعته صح انه مو افضل شيء بس اكيد بيجيب سعر. تعال هذول اللاعبين كلهم اللي بايعون انا من الحلقات الماضيه الا الان ما شلتهم مدري ليه. المهم عندك روبرتسون وعندك نونيز، والله كفو يا ليفربول ضبطوني. روبرتسون سعره يمكن حدود 30 ألف شيء، والله ممتاز. حتى نونيز ما زال ماسك سعره فوق ال 10000. هيك نباع روبرتسون وصل معي الكوينز 80 ألف، باقي اللي هو النونيز. نجرب باكج ال 50 ألف بيضمن لك فوق 83 مضمون. وربي يا كمية الباكجات اللي مجهزة للحلقة. فا هولندي سي دي ام، مين فيه؟ فريك دي يونغ. لا مين هذا يا اخي؟ بنت، هي تفضل. يا الله فكرت دي يونغ يا رجل، والله العظيم حرام. كمان نزلوا هذا الباكج ب 100 بوينت، بس انا للان ما صرفت شيء من البوينت يا جماعه، وشكلي رح بلش اصرفهم على الباكجات خلص للامانه، لانه الكل صرفهم على الباكجات حرفيا. فناخذ لنا ممكن هذا الباكج ب 100 بوينت، ما بيضر للامانه. انا شايف الباكج هذا كثير ممتاز، يعني بيضمن لك شوفوا زائد 86 اعاره ومدري شو. المهم ان الباكج فنان المفروض 100 بوينت، لانه لازم نصير نصرف البوينت يا جماعه ضروري. اسباني كام؟ لا لا، ريال مدريد، مين هذا؟ ابراهيم دياز. يا العفن مسيء ابراهيم دياز. اوه ترام، والله ترام. كان فادني يا جماعه بالسواب هذا، او مو بالسواب بالايفولوشن. عندك هيرو اعاره هون، بسم الله. هات نشوف مين بيجينا هيرو. او لا ايكون هذا، والله ديم. لا يا اخي ليش فان ستروي زانيتي؟ ما عندكم مهاجمين؟ حرام عليكم يا هو، حرام عليكم. فان ستروي لا يستخدم صح، والله بطيء وحالته حاله، بس بالوقت الحالي ممكن نستخدمه. والله فكرته هيرو يا رجل بالبدايه. اللي بعده بسم الله هيرو اعاره. كينجو هذا جديده، هي جديده، هي لك الطاقه ورب دعس. يعني يا باخذ هي يا باخذ هاد، والصراحه راح امشي مع الريتنج. طيب عندنا زائد 86، مين حيجيني يعني اصلا؟ حلو دي بول وليفاندوسكي، والله دي بول ممتاز، ممكن نجربه يا ولد. وعندي من اتلتيكو مدريد لعيبه كثار، تعال تعال. واهم شيء نسيت اني اقول لكم عليه، انه خلصنا من تطويرات تيمو فيرنر، حاليا بقدر اني طوره ووصله لريتنج 84. مثل ما شايفين طاقاته على اليمين بتصير بالشكل التالي، خلينا ناخذه الان وحاليا نطور ليكو. الريتنج تبعه كم صار؟ 84، ورب اسطوري صار. في تطويره متاحه لي ب 50 ألف، بقدر اطور لاعب الريتنج تبعه 79 وصله ل 85، بيفرق طاقاته فرق هذا ب 1000 بوينت بتكلفني الصراحه، ممكن نستخدم ال 1000 عليها. صراحة شكلي بجيب فاتي كمان وممكن اني طوره ووصله للريتنج 84 نفس بيرنر. تعال يا الانسو تعال، منيت انه يطلع لي باكج يا رجل كان افضل. بس قبل لا نطوره نفتح بقية الباكجات، ممكن انه يجينا منه فاتي، ساعتها ما بضطر اني يعني انا اشتريته وخلص، بس بقدر اني ارجع بيعه يعني عادي. فرنسي سي بي مانشستر. يا فاران 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 فاران، ايوه الله اكبر. الله 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 يا الباكج، الله الله يا الباكج يا جماعه. فاران وربي هذا شكله اللي بينباع، هذا بينباع هذا بينباع هذا بينباع هذا بينباع هذا بينباع هذا بينباع هذا بينباع. الله 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 وربي باكج اسطوري، وربي هذا باكج يا جماعه من تبع الرايفلز. يا ساتر يا الباكج، يا ساتر يا الباكج. ليك طلع لي معه هذا اللاعب و 84 كمان. هاي لعبة طلعت مو لا حسبي الله. المهم 84 ريتنج وربي باكج، ولك شو كمان يا عمري يا شيخ، قسما بالله فاران اسطوري، اذا ببيعه بيجيب لي كوينز مش طبيعي. 100 ألف سعره، 100 ألف بحاله. الحظ انفجر يا جماعه، الحظ انفجر، ولسه ما فتحت باكج ال 100 ألف. حاليا طلعت لي هي، وعندك الديبول، حتى انه طلع لنا ساديو ماني ما رح نعرف نجربه، والله ماني شكلنا مستحيل. وهاد فاران يا ولد احسن من اوباميكانو يعتبر، بس المشكله انه بيضرب لي تناغم فيرنر. انا فيرنر يا دوب متطور حاليا، حرفيا طاقة فيرنر صارت اسطورية اسطورية، الدربلينج عنده تحسن بزيادة. يا اما بدي نزله مكان هاي المدافع او هي، والصراحة جلادة اكثر من اوباميكانو حتى. فاحتمال اني بيع فاران ما اضطر اني اجربه او استخدمه، ويعني بنطور الكوينز عاد باقي التشكيلة. فاران سعره 95 ألف يا جماعة، 95 ألف بحالة، والله كفو جوائز الرايفلز قسما بالله، قسما بالله ضبطتني تضبيط هالمرة. 94 ألف وروح يا فاران. تخيل حاليا كم بيزود لي على الميزانية يا رجل، هيك المفروض انه فاران انباع. يا ساتر ليك وصل الكوينز 180 ألف يا رجل، يا ساتر يا المكاسب. يلا بسم الله باكج ال 100 ألف اللي بعده، الحظ اليوم منفجر على الاخر، وانا متامل لسه يجيني شيء كمان. انت متخيل؟ تخيل يا رب يا كريم. او ماي جاد، كفارة تسخيليا، كفارة 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 كفارة، والله طاقات الارض يا ولد، والله طاقات الارض يا ولد.
لك السرعة ولك الدربلينج ولك الطاقات، والله فنان. والله ممكن يكون معه حدا كمان، يا رب يا رب يا كريم. مين معك يا الكبارة سخيليا؟ والله ما معه تقريبا ولا حدا يستخدم، بس انه كبارة كم سعره؟ كبارة بكم؟ والله حدود الاربعين ثلاثين الف. حلو والله الترقيات هي، ابدا مو سيئة، وممكن تجيب ريتنج الارض يا رجل. تخيل فرنسي لا مستحيل فاران مرة تانية. تخيل يا رجل. طيب حاليا عنا هذا الباكج، واحد من اهم الباكجات، لاعبين فوق 85. يا اني متحمس لهذا الباكج، وان شاء الله انه يطلع لنا شيء اسطوري. فاذا ما حطيت لايك على هاي الحلقه، حط لايك واشترك بالقناه، وخلينا نفتح الباكج هذا. وبسم الله بسم الله بسم الله. ايطالي؟ لا لا يا اخي، اول لاعب 87، حرام عليكم. 86 حتى فيراتي، مو دبل ووك اوت ولا دبل؟ مو دبل ووك اوت يعني، الثاني مو ووك اوت حتى. والله والله ووك اوت. اوكي لعبه هي الثانيه. الله عليك، او ماي جاد، لك الدفاع والفيزيكال 88 وتاول من فيراتي. حلو 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 حلو، يعني اثنين ووك اوت بس. لك هي كم سرعتها يا رجل؟ والله سرعتها بطيئه، الدفاع اسطوري والفيزيكال كلام جميل، بس يا اخي السرعه لك كم؟ يلا ريتنج ريتنج، والله الاثنين ريتنج بطاقه الاثنين. يلا بسم الله، باكج ال 100000 مضمون، ريتنج زائد 84. بسم الله بسم الله، يا رب حدث دوري الابطال يا رب يا كريم. الماني سي بي؟ لا لا يا هو، مين هاد؟ لا تقول لي هاملز. العب اول لاعب 84، لك الله ياخذكم يا اي اي، حسبي الله عليكم. هذا اللي طلع معكم اخر شيء باكج 100000. ايوه وطلع لك ما شاء الله كل بروسيا دورتموند موجودين، باكيتا بيسوى. عملنا شويه باكجات منوعه كذلك من اللي بينباع، يعني ممكن انه يجينا حظ. فرنسي الدبليو، او ماي جاد مين هاد؟ ريال مدريد. مين هاد؟ فرنسي الدبليو بريال مدريد، مين انت؟ لعبة 91 سرعة، العب ومكررة كمان، كم سعرها طيب؟ الله ما بتسوى ليش هيك. اسباني سي بي لابورت، اوه 85 والله دايم ريتنج الارض يا هو. هذا اظن انه بينباع الباكج. سومر بروسيا دورتموند، اوه هذا بوركي صح؟ الحارس ووك اوت، الله اكبر، الله الله الله، بالله عليك واحد ووك اوت ثاني معك هيك بالغلط؟ ما في، يلا مو مشكلة، يعني صار بعد يعجبه هلا منار الووك اوت، عرفت لحاله؟ ارجنتين استي مين في؟ مانشستر سيتي جوليان الفاريز، والله راح بالي للايرلينج هالاند فجأة، بس اوه ماي جاد جوليان بس 80. هذا الباكج سوف يأتي لاعب ووك اوت، وقولوا منار ما قال، برتغالي ار ام اوتافيو صح؟ بسم الله بسم الله بسم الله، باقي باكجين يا رجل، حلبة ام النادي من اللاعبين. لا تخيل تحالي كبارة مرة ثانية، ما رداش فيلي. يلا بسم الله اخر باكج، وبعدها ندخل على تضبيط التشكيله. برتغالي سي بي بيبي مانشستر سيتي روبن دياز، روبن دياز الله الله، يا الريتنج الارض والله ريتنج اسطوري يا رجل. صح انه بطيء ومدري شو، بس يا جماعه ريتنج 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 اسطوري. الله ويلكم يا روبن دياز، من طرقي يطلع لك روبن دياز ممتاز، اكيد هذا لسه بيغلى مع الوقت، خليه خليه تعال. وهي 3000 كوينز على الماشي، شكرا شكرا يا اي اي. حتى انه عندي شويه لاعبين هون اذا ببيعهم والله الميزانيه ممكن تزيد زياده، بس اوريدي ممتاز صار معي 200000. المشكله بدي انزل كفارا اساسي، بس ما عندي ولا لاعب من الدوري الايطالي يشبه، حتى جنسيته بيض، فشكلنا نخليه على الدكه حاليا. الظهير اليسار ضروري ضروري انه ينشال مثل الخطه، حتى تراب سيء صار ممكن اني اجيب نوير، وعلى الاقل بيعطيني تناغم افضل. الظهير اليسار في هي تبع برشلونه قطع اسطوريه الصراحه، بتشبك معي على حبتين بظن جدا ممتازه، كل شيء كل شيء فوق ال 80 حرفيا يا رجل. كمان اكثر لاعب اخذ مدح هالسنه والناس كلها عم تطبل له اللي هو انطوان جريزمان، الصراحه بيودي جدا اني اجيبه، ممكن تشوف سرعته منار 80 بس ومدري شو، بس جوا الملعب جلاد جلاد، الناس كلها عم تمدح فيه، وحرفيا لعب ضدي اكثر من مره وكل مره بيجلدني، ولكن هذا الشيء رح يخليني اشيل واحد من المهاجمين اللي هو ديابي، حيكون دكه وبينزل جوا المباراه، وبينزل لك لجريزمان هون اساسي. ايوه ويلكم بجريزمان، 83000 كوينز كلفني بس مع هانتر فيعتبر ممتاز. ويلا بسم الله وقت التجارب حاليا، متحمس جدا، التشكيله صارت خارقه للعاده. يلا يلا بسم الله، هي تشكيله الخصم، عنده ماني وعنده ويليامز. يلا يا جريزمان يلا يا التجارب الجديده، والله متحمس. عم بلعب 4 4 2 يا جماعه طبعا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا جريزمان، يا وحش يا وحش، من بدايه المباراه على طول ببين لك جودته هذا اللاعب. رب التشكيله صارت طرب، اوه يا جماعه التشكيله حرفيا. لا جبنا العيد، هي ضيعه والله، سجل نوير، يا نوير حاول طيب، حسسني انك حارس. يا سلام يا سلام يا سلام، هات الثاني والله الورنر المتطور، قوه يا ولد، حلوه حلوه سلام. يلا يا ديبول، جريزمان يا ساتر، جول 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 كملها حرام عليك. يا عيني الرنت
يا رودريجو يا رودريجو يا رودريجو يا أسطورة، أنت معي مو ضدي أرجوك. نايس ويليامز، ويليامز إنهاءه غريب والله، مع إنه ضعيف في اللاعب بس إنهاءه واو. حطه يا وحش يا وحش يا وحش يا الرافي يا وحش باخر دقيقة. الله عليك الله عليك الله عليك، شخصية الأبطال اشتغلت هون. يا وحش يا الرافي يا وحش. يلا ما في وقت ما في وقت حتى تعمل ولا شيء. ايزي ايزي جيم يا ولد. جيم كمان نجرب التشكيلة. والله يا ساتر هذا تشكيلته نار والله. والله تشكيلة يا ولد. والله انك تيس يا فيرنر. حتى على المرمى ما سددها. شو الغباء؟ يعني يعني يا جريزو يا الله يا اخي الانهاء من لمسه صاير سيء. اه والله بلعني. حطه ايوه الله عليك يا فيرنر. يا عيني يا رافي يا عيني يا وحش يا عيني يا فنان. حطه يا فيرنر يا يا شو اللاعبين اللي عندي الدفاع احيانا بحسهم بيتفرجوا والله. ايوه يا ويرنر يا عالمي يا اسطوره والله بلش يتالق ويرنر. ها ما صفر. الله يخرب بيتك يا حكم. والله يا عرفان يا رجل. اه حلوه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا الفن. هذا التعادل هذا. شوف الدفاع والله بيقعدوا بيتفرجوا فيه. الو هذا متمشى بدفاعي. الله يخرب بيت غباءكم. احنا بنبلع جول ما عملت شيء. الله الكره معي يعني شلون بدي اعرقلها يعني مش بالله عليكم بالمنطق اذا الكره معي كيف عم اعرقل يا شباب شويه مخ. طيب ربي حطه يا رودريجو. يا حرام عليك شلون صدته. حطه يا ويرنر. اخيرا اخيرا الحمد لله سجلت راسيه الحمد لله هاتريك والله ويرنر مبدع. بس جريزمان يا اخي مو موجود بالجيم ابدا. الله يخرب بيت ام الجول البايخ يا رجل. حرام عليكم حرام عليكم يا لعيبتي حرام. ايوه هذا التعادل لسه لسه فيها وقت فيها وقت فيها وقت. باقي باقي 4 دقائق يا رب نجيب السادس يا رب. مباراه حلوه يا اخي بس عم ببلع مليون جول. خلي لي الهجمه يا اخي حرام صراحه. ويرنر بدع بهالجيم اللي صدمني جريزمان ما عمل ولا شيء. ولكن بشكل عام انا مستمتع باللعبه للان وعم حاول انه يعني حرفيا اتعلم الاساليب لانه اساليب جدا متغير عن فيفا اللي قبل. فاضغطوا لايك بالنهايه اذا عجبك المقطع واشترك بالقناه وعندك هذا المقطع بفكره مشابهه اسطوري فاضغط عليه وروح شوفه الان.